يعتبر فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض الشائعة لبعض الأمراض التنفسية بشكل عام، وهو أيضا من أهم أعراض الوباء الحالي. لذلك يتساءل الكثيرون فيما إذا كان فقدان حاستي الشم والتذوق له أسباب واضحة أخرى، وما هي إمكانية معرفة هذه الأسباب؟ أحد الأسباب الأكثر شيوعا لفقدان حاسة الشم لديك مؤقتا هو نزلات البرد، فعندما تنتفخ الجيوب الأنفية أو تصد بالمخاط فإنها تمنع مستقبلات الرائحة في أنسجة الأنف، وعادة ما تكون هذه الحالة جزئية مؤقتة يمكن علاجها بسهولة بمجرد انتهاء نزلة برد، ويمكن أن تؤدي التهابات الجيوب الأنفية المزمنة أو الحساسية الشديدة في بعض الأحيان إلى فقدان حاسة الشم بشكل مستمر. تفسد سجائر حاسة الشم لديك، فالتدخين شكل من أشكال التلوث، والتعرض المنتظم يمكن أن يحد من قدراتك على الشم وكذلك التذوق، وبمجرد الإقلاع عن التدخين أو تقليل تعرضك للتدخين السلبي يؤدي ذلك إلى عودة حاسة الشم والتذوق لديك. قد يؤثر أي نوع من صدمات الرأس على حاسة الشم عندما يتم قطع الأعصاب الشمية أو سدها أو تلفها اعتمادا على شدة الإصابة، ويمكن أن تكون هذه الخسارة دائمة أو مؤقتة. يحدث انسداد بالأنف إذا كان الشخص مصابا بأورام غير سرطانية تنمو في بطانة الأنف والجيوب الأنفية، أو يمكن أن يكون لديه حاجز منحرف يجعل أحد الممرات الأنفية أصغر من الآخر، ويتم التعامل مع كليهما بواسطة بخاخات الأنف أو الأدوية أو الجراحة. يمكن أن تتسبب هذه الأدوية مثل مضادات الحيوية وخافضات ضغط الدم ومضادات الهستامين في بعض الأحيان إلى فقدان الرائحة مؤقتا، ولكن يجب أن يعود أنفك إلى العمل بمجرد الإقلاع عن تناول الدواء. قد يؤدي التعرض للمواد الكيميائية القاسية مثل المبيدات الحشرية أو المبيدات التي يمكن أن تحرق داخل الأنف إلى تلف أنسجة الأنف ومستشعرات الرائحة بشكل دائم. مثل الرؤية والسمع، تقل حاسة الشم لديك كلما تقدمت في العمر بعد سن 60، لذلك يصبح لديك فرصة أكبر لفقدان شم الرائحة، مما قد يغير أيضا على حاسة التذوق لديك، ويساهم هذا المزيج في فقدان الوزن التدريجي بين كبار السن. نظرا لأن الأنف متصل جيدا بالدماغ، فقد يكون فقدان الرائحة مؤشرا مبكرا لحدوث شيء غير عادي في جهازك العصبي. عادة ما يعاني المرضى الذين يتلقون علاجا إشعاعيا لسرطان الرأس والعنق من مشاكل في حاسة الشم كتأثير جانبي، ويمكن أن يكون فقدان شم الرائحة مؤقتا أو يصبح دائما مع استمرار العلاج. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.